أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من قناة المغربية للانتخابات الرئاسية في فرنسا، حيث انطلقت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية وسط توقع بمرور كل من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الدور الثاني، لكن هذا لا يمنع من إمكانية حدوث مفاجأة تدفع بمرشح اليسار الراديكالي جون لوك ميلونشون إلى الدور الثاني حسب مراقبين. وتتابع أوروبا هذه الانتخابات بقلق وتوتر شديدين، خوفا من صعود أحد رموز الشعبوية، وتنظر بروكسل إلى إيمانويل ماكرون على أنه مؤيد لأوروبا، مقتنع بضرورة دفع الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من السيادة، على عكس مرشحة اليمين مارين لوبان المتحاملة على الاتحاد الأوروبي. وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي أن يخوض ماكرون ومارين لوبان الجولة الثانية في 24 من أبريل الجاري، حيث استطاعت لوبان الحفاظ على حظوظها للمنافسة بعدما تخلت عن مواقفها السابقة الداعمة لروسيا وإدانتها للحرب على أوكرانيا. التقرير التالي فيه المزيد. بعد حملة شابها جدل كبير، انطلق التصويت في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة في فرنسا. تنافس محموم بين مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان والرئيس المنتهية عهدته إيمانويل ماكرون، إذ تشكل لوبان تهديدا جديا لآمال الرئيس ماكرون في الفوز بولاية جديدة. فقبل أسابيع فقط كانت استطلاعات الرأي تشير إلى فوز سهل لماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي، والذي تعزز موقفه بفضل دبلوماسيته بشأن أوكرانيا والتعافى الاقتصادي. لكن شعبية الرئيس الذي ينتمي لتيار الوسط تراجعت لعدة أسباب، منها دخوله المتأخر إلى الحملة الانتخابية، إذ لم يعقد سوى تجمع انتخابي واحد كبير، وهو الأمر الذي اعتبره أنصاره مخيبا للآمال. وكذا تركيزه على خطة لا تحظى بشعبية تتعلق برفع سن التقاعد، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في التضخم. في المقابل قامت لوبان المنتمية لليمين المتطرف والمشككة في جدول الاتحاد الأوروبي والمناهضة للهجرة بجولة في أهم مدن فرنسا، وقد تعزز موقفها من خلال التركيز المستمر منذ شهور على تكاليف معيشة الفرنسيين وارتفاع الأسعار. بيد أن استطلاعات الرأي ما زالت تشير إلى أن ماكرون سيتصدر الجولة الأولى وسيحقق الفوز في جولة الإعادة أمام لوبان في 24 أبريل الجاري، لكن المفاجأة تبقى قائمة، إذ يأمل أنصار المرشح اليساري المتشدد جان لوك ميلونشون الذي يحتل المركز الثالث وفق استطلاعات الرأي في إحداث اختراق غير متوقع، ودعوا الناخبين اليساريين من جميع الأطياف إلى التصويت لمرشحهم حتى ينال فرصة التأهل للجولة الثانية، وهو ما يجعل النتيجة مفتوحة على كل الاحتمالات. إذن مشاهدي الكرام، للتعليق على هذا الموضوع أسعد بأن يكون ضيفي من باريس دكتور حمزة قدوري الباحث في العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور حمزة، وشكرا لقبول الدعوة والمشاركة. كما ينضم إلي آدم جبيرة الكاتب والصحفي من باريس. مرحبا بك أستاذ آدم، وشكرا كذلك الالتحاق بنا. قبل الشروع مشاهدي الكرام في النقاش، نتابع العرض التالي لأهم 5 مرشحين لهذه الانتخابات، طبعا من جملة 12 مرشحا.
إذن أرحب مرة أخرى بالدكتور حمزة والأستاذ آدم، وأبدأ معك دكتور حمزة قدوري. هل بداية تتوقعون أن تكون هناك مفاجأة في هذه الانتخابات، ربما خاصة وأنه حسب الإحصائيات على الأقل قبل قليل أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات أقل من نسبة المشاركة في 2017 آخر انتخابات رئاسية، هل هناك مفاجأة برأيك؟ أولا شكرا لقناة المغاربية وشكرا للمشاهدين الكرام وشكرا أيضا للضيف الكريم. في اعتقادي أن الانتخابات الفرنسية لن تتغير بتغير السنوات، لكنها في نفس الوقت تخضع لتأثيرات إقليمية ودولية ومحلية. فهامش المفاجأة دائما موجود في الديمقراطيات، لكنه بدوره أيضا يخضع لهذه المقاربات كما قلت الداخلية والخارجية. لكن في اعتقادي أن جون لوك مينوشو له حظوظ أن يكون في الدور الثاني، أنه قبل قليل حصل على المرتبة الأولى بالنسبة للجزر الفرنسية، تجاوزت نسبة مشاركته إلى أكثر من 50%، وهذا مؤشر أولي قبل النتائج النهائية هذا المساء. هذا مؤشر أولي على ربما تكون هناك مفاجآت من غير ما اعتدنا عليه بين ماكرون وماري لوبان. طيب أستاذ آدم، هل توافق الدكتور حمزة في أنه احتمال أن تكون فعلا هناك مفاجأة، خاصة وأنه جرى حديث على نسبة معتبرة من الجالية ومن المسلمين قد تشارك في هذه الانتخابات، ولو شاركت ربما ستكون أصواتها لميلونشون. هناك حتى بيانات لتجمع الأئمة في فرنسا بالأمس دعا المسلمين للمشاركة والتصويت لجون لوك ميلونشون. هل سيكون هناك برأيك مفاجأة نجد ميلونشون في الدور الثاني في مواجهة ماكرون؟ أنا أعتقد بأنه يمكن القول حاليا بأن يعني النقطة التي ننتظرها أو التي قد تحدث شيئا ما كما أشرت أنت مفاجأة في هذه الانتخابات أو المنافسة الشرسة في هذه الانتخابات هي بين جون لوك ميلانشون وماري لوبان. هذا حسب جميع استطلاعات الرأي كما أشرتم، إيمانويل ماكرون يغرد في الصدارة وتليه لوبان وميلانشون، لكن يتضح من الأيام الأخيرة بأن المعادلة قد تنقلب على لوبان، مع أن لوبان يعني في الأيام الأخيرة رأينا هناك صعود للوبان وتضييق الفجوة مع ماكرون، لكن في المقابل ميلانشون هناك ما يسمى بفوت اوتيل، يعني إذا صح القول يعني التصويت المجدي، أو وهنا هذا من جانب اليسار، لأن اليسار الفرنسي أدرك الكثيرون بأنه إذا كنا نريد أن نتفادى شوط دورة ثانية بين ماكرون ولوبان، يعني هنا نتحدث عن يمين تقريبا، لأن اليساريين يحسبون ماكرون بأنه تقريبا يميني، وإذا كنا نريد يساري في الدور الثاني فميلانشون هو الشخص المناسب. مرشحة الاشتراكية أني دالغو لم يعني تتراوح في استطلاعات الرأي ما بين 3-4-5، ويانيك جادو مرشح الخضر أصحاب البيئة غير بعيد عنها، والمرشح الشيوعي أيضا في حدود 4-5 في استطلاعات الرأي. حتى رأينا وزيرة العدل السابقة وهي من كوادر الحزب الاشتراكي الفرنسي كريستيان توبيرا أصدرت بيان يعني قبل يومين من الانتخابات بأنها ستصوت لميلانشون تفاديا لسيناريو ماكرون ماري لوبان. إذن هذه الناحية قد تصب لصالح ميلانشون. إذن كما أشرت أنت أيضا نقطة أخرى، تصويت المهاجرين إذا صح القول وحتى أبناء المهاجرين، هناك الجيل يعني هذا الجيل الجديد منهم ومنهم من يصوت لأول مرة يجذبهم ميلانشون أكثر نظرا للخطاب الذي يحمله المنافي تماما والمعارض للخطاب اليمين المتطرف الذي يحمله أريك زمور، أصبح أكثر تطرفا من ماري لوبان. وأنا أعتقد بأن أريك زمور خدم لوبان لأنه أظهر بأنه أكثر من التطرف، أصبحت لوبان
معتدلة شيئا ما، يمينية معتدلة في هذه الانتخابات بفضل أريك زمور. لذلك ميلانشون أعتقد بأنه، أتفق مع الدكتور بأنه قد يخلق بين مزدوجين المفاجأة اليوم. المنافسة وما ننتظر هو صراحة أن من سيصعد مع ماكرون، ميلانشون أو مارين لابان، هذا هو النقطة، السسبنس إذا صح القول في هذه الانتخابات الجولة الأولى. دكتور حمزة، على الأقل يعني لغاية الساعة 12 هناك ما يقرب من 26% مشاركة، 25.6 أو شيء من هذا، ومقارنة بالانتخابات السابقة أقل منها، الأخرى ربما وصلت إلى 27 أو شيء من هذا، فهناك نسبة مشاركة أقل في هذه الانتخابات. برأيك يعني، لا ندري طبعا الآن أو الساعة الثامنة حينما تغلق كم ستكون، لكن هو بناء على الموجود الآن، نسبة المشاركة هذه الأقل مقارنة مع آخر انتخابات رئاسية، ما مردها برأيك؟ باعتقادي أن فترة الرئيس ماكرون كانت من أصعب الفترات الرئاسية لرئيس فرنسي، بحكم مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، منها عوامل داخلية، منها جائحة كورونا، منها أزمة أصحاب السترات الصفراء، ومنها عوامل خارجية، من بينها بداية تراجع للسياسة الخارجية الفرنسية ودورها الإقليمي في إفريقيا وفي دول أوروبا. لكن مع الأزمة الأوكرانية بدأت السياسة الفرنسية تعود إلى الواجهة، وبالدور الفرنسي بحكم أن فرنسا هي من ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، هذا في اعتقادي دافع أساسي لربما يرفع من نسبة المشاركة إلى ما هو عليه الآن، لكنها في اعتقادي لن تصل إلى نسب المشاركة بالنسبة للسنوات الماضية كما قلت، بحكم مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. لكن على العموم ففرنسا مثل هذه الديمقراطيات هي لا تخضع لمقاييس استطلاعات الرأي أو مقاييس داخلية وخارجية، وإنما تخضع أيضا إلى ما تريده جماعات الضغط، وما تريده جماعات الضغط التي يعني تيسر أجنحتها الإعلامية والمجتمعية والسياسية لخدمة أجندة ما. فرنسا اليوم هي ليست في حاجة إلى رئيس شعبوي، فرنسا والاتحاد الأوروبي ليس بحاجة إلى رؤساء شعبويين في ظل تنامي الاستقواء الروسي وكذلك الصيني. طيب دكتور حمزة، تدني نسبة المشاركة أي تأثيرات ستكون له على النتائج برأيك؟ سيتأثر بها أكثر اليمين أم اليسار؟ أعتقد أن تدني نسبة المشاركة سيتأثر بها الجميع، لأن المشاركة هي تخص اليمين وتخص اليسار، لكن أعتقد أن تدني نسبة المشاركة مع الأسف يوجد في صفوف الجاليات المسلمة التي تعزف نوعا ما عن التصويت لأسباب معينة، ربما لأسباب تتعلق حتى بالوعي دكتور حمز، بالوعي السياسي. لكن أنا في اعتقادي لا يجب أن تخضع المشاركة في الانتخابات إلى منطق معين أو إلى تفسير معين، بحكم أن ما يجمع هؤلاء بالدولة الفرنسية هي المواطنة، فهم في الأول والآخر هم فرنسيين، وبالتالي فالعملية الانتخابية لا يجب أن تخضع لأي تفسير سواء ديني أو سياسي أو اجتماعي. طيب لكن دكتور حمزة، هم مواطنون فرنسيون لأنه لا يصوت إلا صاحب المتحصل على الجنسية الفرنسية، لكن هم مستهدفون من كثير من المرشحين، وبالتالي هم في خطر. ولنا في فرنسا سابقة حينما كان ساركوزي في مواجهة هولندا، يعني خوف المسلمين من أن ينتصر ساركوزي وأن يمشي في عملية التشديد على المسلمين، دفعت حوالي مليون، وفق دراسة على الأقل أجريت، مليون مسلم إلى الذهاب وترجيح كافة هولندا في ذلك الوقت. يعني وبالتالي المشاركة هنا تخضع كذلك إلى مقاييس المصلحة والمنفعة، أليس كذلك؟
أعتقد أن هذا المليون هو لا يساوي هو فقط نسبة صغيرة من عدد المسلمين الموجودين بفرنسا، لكن كما قلت العملية الانتخابية لا يجب أن تخضع لأي ضغوط، لأن الكرسي الفارغ هو أيضا يترك مجال لصعود اليمين المعادي للجالية المسلمة على وجه الخصوص. لكن أنا أتفق معك، هناك مجموعة من العوامل، منها العداء، منها أيضا ضعف التأطير السياسي للجالية في المساجد وفي الجمعيات الإسلامية وغير الإسلامية، هذا من جهة. من جهة ثانية هناك أيضا ضعف في صفوف الشباب، ضعف أو تراجع نسبة المشاركة في صفوف الشباب المسلمين الذين يخضعون تأثيرات أخرى هي لا تتناسب نهائيا مع موقعهم كمواطنين فرنسيين يعني. طيب دكتور ابقى معي، أعود إليك بعد قليل. دكتور أحمد البرقاوي مدير مركز الدراسات والأبحاث الجيوستراتيجية معي الآن، ينضم إلينا من باريس. دكتور مرحبا بك وشكرا جزيلا للمشاركة معنا. كيف تتابع هذه الانتخابات؟ ما الذي يميزها عن آخر انتخابات وقعت في فرنسا دكتور أحمد؟ هي طبعا انتخابات غير تقليدية وفي ظروف متناقضة، وطبعا ظلال الحرب بين أوكرانيا وروسيا ألقت بظلالها على هذه الانتخابات، وبدليل أن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون لم يخوض حملة انتخابية كما تعودنا أن نراقبها ونلاحظها بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية الفارطة. يعني هذه الانتخابات جاءت بظروف، أولا أزمة على دولية على مستوى اقتصاد، ما زال المجتمع الدولي يخرج من أزمة الكوفيد الصحية، ثم يقابله بعد ذلك يعني هذا الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى حملة باهتة، يعني حملة باهتة بأتم معنى الكلمة، حتى أن المواطن الفرنسي لم يهتم كثيرا بهذه الحملة إلا القليل. أنا أعتقد أن كما أشرتم أن الصوت للمسلمين الفرنسيين ولا أقول الجالية سيكون له وزن، وأعتقد في رأيي أن هناك حظوظ كبيرة، لأن نشاهد هذا المساء ربما سيناريو غير عادي، لأن الفرنسيين سئموا من الخمس سنوات هذه الفارطة، وكانت هناك مظاهرات واحتجاجات للسطورات الصفراء، وقد للأسف ربما الرئيس إيمانويل ماكرون لم يستطع أن يفي بتعهداته تجاه أيضا مسلمي فرنسا، كانت لهم صعوبات خلال هذه الخمس سنوات. وأعتقد أن ظهور أيضا الظاهرة إريك زيمور وخطاب الكراهية الذي يقسم الشعب الفرنسي إلى جزئين، ربما هذا سيحث الناخب المسلم الفرنسي إلى الذهاب وإدلاء بصوته، حتى ربما يعدل الكفة لصالح المرشح الذي دافع عن المسلمين والإسلام بفرنسا، وهو ميلانشان. أعتقد أن هناك حظوظ، ربما فرنسا مقبلة على محطة صعبة جدا. في هذا المساء يعني المترشحين اللذان سيفوزان. أستاذ أدب جبيرة، فيما يتعلق بالقضايا المهمة للمواطن الفرنسي، ما مدى استحواذ أو النسبة التي يعني جاءت في خطابات المرشحين الاثني عشر؟ هل كان هناك تركيز على القضايا الأساسية المتعلقة بالمعيشة وارتفاع الأسعار وعملية التضخم لدى المرشحين؟ أم كان هناك قفز على هذه المواضيع والاهتمام أو لفت انتباه الفرنسيين إلى مواضيع قد تكون ثانوية، إن كان الأمر بنعم أي هناك قفز على القضايا الحقيقية، ما تأثير ذلك
على الثقة بين هؤلاء والناخب الفرنسي؟ نعم، أنا أعتقد بأن الأمور ذهبت بطريقة متدرجة. نتذكر عندما صعد أريك زمور وكانت استطلاعات حتى ذهبت إلى وضعه في الجولة الثانية، كان هناك الحديث عن مسألة الأمن والهجرة، يعني هذه عزف على هذا الوتر أريك زمور في البداية. بعد ذلك نعلم بأنه هذه الانتخاب الحملة دخلت أصلا في سياق دولي يعني عالمي مشحون يعني متكهرب بسبب كورونا، ثم انضافت إلى ذلك الأزمة الأوكرانية. الأزمة الأوكرانية يعني حولت الأمور تماما إليها، وحتى التغطية الإعلامية لمدة أسبوعين أو ثلاثة يعني استحوذت على المشهد برمته ونسينا المشاكل الداخلية. لكن في الأسبوعين الأخيرين للحملة نلاحظ بأن الأمور عادت شيئا ما تدريجيا. الفرنسيون يعني أصبحت هناك اهتمام بالمسائل الأخرى الداخلية، المشاكل الداخلية وما أكثرها وهنا القدرة الشرائية. القدرة الشرائية هذه النقطة لعبت عليها ماري لوبين، ونرى بأنها هي التي ساهمت في ما صعودها في الأيام الأخيرة في يعني استطلاعات الرأي. ايضا جان لوك ميلانشون لعب على هذه النقطه، ومسائل مثل مساله يعني سن التقاعد اصبح اهتمام بهذه المسائل، القدره الشرائيه، سن التقاعد، وايضا يعني الهجره دائما تبقى حاضره، لكن هذه المسائل القدره الشرائيه وسن التقاعد وامور اخرى يعني عادت الى الواجهه في الايام الاخيره، بالإضافة إلى حرب أوكرانيا لم تذهب أبدا. ولذلك أعتقد بأن هذه النقطة ساهمت في صعود ماري لوبان وأيضا شيئا ما جان لوك ميلانشون. لكن في المجمل كما أشار الدكتور، هذه الانتخابات يعني تأتي بشكل عام في ظروف استثنائية تشهدها فرنسا، إن كانت السياق الخارجي يعني حرب أوكرانيا ثم كورونا، وايضا داخليا الازمات التي شهدناها مع سنوات ماكرون الخمسه يعني التراكمات، لذلك يجعل من هذه الانتخابات استثنائيه بشكل كبير. لكن مع كل ذلك ايمانويل ماكرون استطاع ان يعني يتجاوز هذه الازمات، وهو اليوم ترشح كافه استطلاعات الراي، واعتقد بان خروج ماكرون من الجوله الاولى ستكون قنبله، يعني لذلك اعتقد بانه يمكن القول بانه نجح، وها هو الاستطلاعات كلها ترشحه ل يعني فتره ثانيه. نعم دكتور حمزه، ماكرون و لوبان المرشحان الاكثر حظا في المرور للدور الثاني، يعني كلاهما له موقف مختلف من قضايا رئيسة ومهمة في فرنسا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالموقف من روسيا كذلك. الكل يعرف الدعم الكبير الذي قدمته روسيا للوبان في الفترة الأخيرة في الموعد الأخير للانتخابات الرئاسية 2017. هل هذه القضايا يهتم بها الناخب الفرنسي حينما يصوت، بمعنى يعتمدها كذلك في اختيار المرشح، القضايا قضايا السياسة الخارجية لفرنسا؟ اعتقادي أن قضايا السياسة الخارجية في فرنسا لم تكن مطروحة عند الناخب الفرنسي إلا بعد الأزمة الأوكرانية وما شهدته من تضامن أوروبي على مستوى الشعبي وعلى مستوى الرسمي مع اللاجئين الأوكرانيين، وهذا لعب دورا أساسيا في إعادة الطرح الخارجي في صفوف الناخبين. لكن في المقابل تبقى فرنسا على المستوى الداخلي، ما يشغل الناخب الفرنسي هو داخلي أكثر منه خارجي، نظرا للظروف المعيشية وارتفاع نسبة البطالة وعلاقة فرنسا بدول الاتحاد الأوروبي. هذا كله يجعل من البرامج ذات الطابع الداخلي أو التحديات الداخلية تطغى نوعا ما عن ما هو خارجي. باعتقادي أن ماري لوبان يعني لقد شتتت إذا صح التعبير
برنامجها السياسي بعد المؤتمر 17 في العام الماضي بمدينة سانتيتيان، والذي أعلنت فيه ماري لوبان عن تغييرات جوهرية في مرجعية الحزب، وهذا ما واجهته مجموعة من الانتقادات من بعض القيادات الحزبية التي اعتبرت أن يعني تغيير الحزب لمواقفه أو للتقليل من مواقفه الراديكالية ضد المهاجرين إنما هو بداية لتغيير مرجعية الحزب من جهة. من جهة ثانية أن ماكرون كما يعرف الجميع هو في السنوات الأخيرة أو في السنة الأخيرة حاول أن يجمع بين الخطابين، الخطاب اليميني والذي يختصره البعض ضد المهاجرين، والخطاب الاقتصادي الرأسمالي الذي يرتكز على ما هو اجتماعي وعلى البطالة وعلى الرفع من نسبة يعني الرفع من الدخل الفردي، وأيضا المسائل الاجتماعية والمسائل الاقتصادية. يعني برأيك الناخب الفرنسي لا يهتم بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، يعني ماكرون داعم لهذه العلاقة ولتطويرها، ماري لوبان يعني ربما قد تذهب في حتى الاستفتاء على الخروج كما يتحدث بذلك أحزاب يمينية أخرى كذلك في باقي أوروبا في إيطاليا وفي غيرها. ألا يهتم، ألا يعنيه المواطن الفرنسي أن يبقى ضمن الاتحاد الأوروبي؟ ألم يتضرر بخروج بريطانيا على سبيل المثال من الاتحاد؟ أعتقد أن إذا عدنا إلى الانتخابات الماضية سنة 2017 ففي الدور الثاني الإحصائيات تقول بأن هناك 11 مليون فرنسي صوتوا لمارين لوبان في الدور الثاني، وهذا يعني أن هناك فئة لا بأس بها من المجتمع الفرنسي يعني لها موقف من الاتحاد الأوروبي وتريد وهي موافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن في المقابل هناك فئة كبيرة جدا تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكن في اعتقادي المهم في هذه الظاهرة هو حاجة أوروبا اليوم إلى التعاظر وإلى الالتحام، فالدولة الأوروبية الدولة الحديثة الأوروبية تعيش مرحلة اختبار على إثر الأزمة الأوكرانية، وهي في حاجة إلى بناء دولة أوروبية أو اتحاد أوروبي أقوى مما هو عليه الآن، خاصة في الشقين العسكري والاقتصادي. طيب أستاذ آدم جبيرة، فيما يتعلق بفوز أحد المرشحين لوبان وإلا ماكرون، ما تأثير ذلك على العلاقات الخارجية لفرنسا خاصة مع دول شمال أفريقيا؟ هل سيتغير شيء أم أن هذه العلاقات تضبطها قوانين تديرها مؤسسات الدولة بغض النظر عمن يتولى أو يسكن في الإليزي؟ لا أعتقد بأن تضبط، لأن يتضح الأمر يعني حكم جاك شيراك ليس هو حكم ساركوزي، وساركوزي ليس أولاند، وأولاند ليس ماكرون. رأينا في السنوات الأخيرة وخاصة ما يحصل في مالي حاليا، فرنسا خسرت أحد يعني المعاقل الفرنسية في إفريقيا، مالي أصبح يعني خسرتها فرنسا تماما. نعم. رأينا أيضا ما حصل لفرنسا في ليبيا في عهد ماكرون، لذلك أعتقد بأن بقاء ماكرون في الإليزي، لا أعرف يعني كان ماكرون سيحاول أن يأتي بجديد ويغير حتى وزير خارجية ويحاول إصلاح ما تم أفسدته السنوات الخمسة من حكمه، على خاصة نتحدث هنا عن يعني دول إفريقية لها يعني علاقات تاريخية مع فرنسا على غرار مالي، وأيضا يعني يأتي بيعني مقاربة جديدة لمنطقة الساحل، وهذا المشروع الذي كان هو من حمله وهو من أطلقه، هذه جسيك الساحل، مجموعة دول الساحل الخمسة لمحاربة الإرهاب، مشروع فاشل تماما. يعني أعتقد بأن ماكرون يا في حال بقائه في السلطة أن يكمل على هذا المنوال، ويعني تزيد العلاقات يعني تأزما وتدهورا
مع هذه الدول، أو أنه يأتي بمقاربة جديدة تبدأ بتغيير وزير خارجية الوزير الخارجية جون إيف لودريان الذي كان وزير دفاع في عهد أولاند، ويأتي بوزير جديد يعمل معه على هذه يعني هذا التغيير في الدبلوماسية الفرنسية. أما مجيء لوبان فستكون يعني هزة قوية ليس فقط لفرنسا بل لأوروبا، يعني نحن نتحدث عن البلد الثاني اقتصاديا والأول عسكريا في أوروبا. نحن يعني مجيء اليمين المتطرف في هذا الوقت والذي يتعاطف فيه، رأينا ما حصل في المجر وبقاء أوربان في السلطة، يعني هؤلاء يتعاطفون شيئا ما أو يعاب عليهم تعاطفهم مع بوتين. يعني تكون فرنسا التي تعتبر ثاني دولة وأقوى دولة مع ألمانيا في أوروبا يحكمها أو تحكمها يمينية متطرفة، هذا يعني أعتقد بأنها ستشكل هزة لأوروبا كاملة وتخلط الأمور في كثير من المسائل في سياسات الهجرة. وايضا هي تراجعت عن مساله الخروج من الاتحاد الاوروبي مؤخرا، ولكن ستكون هناك هزه في بروكسل بمجيء ماري لوبان الى السلطه، وستكون لذلك تداعيات لا على السياسه الخارجيه الفرنسيه فقط بل على الاتحاد الاوروبي. نعم. وكيفيه تعامله مع العالم. فعلا ادم، حتى الانباء القادمه من بروكسل قلقه جدا من احتمال مرور او فوز حتى جون مارين لوبان، لأنها تعرف ربما سيتغير كثير من المعطيات. أشكرك شكرا جزيلا أدم جبير الكاتب والصحفي، كنت معي من باريس، على المشاركة والإفادة. مشاهدينا الكرام، نتابع مقطعا من بعض الفرنسيين الناخبين الفرنسيين وهم يبدون رأيهم في هذه الانتخابات. Et j'espère que beaucoup de gens le feront parce que j'ai très peur des extrêmes. Du coup, Zemmour et de Marine Le Pen, je ne vois pas ce qu'elle peut amener à la France. Ah oui, Emmanuel Macron. Voilà. Elle est trop disons, cette méchante, elle est trop raciste. Elle a des idées trop méchantes. Avec Mélenchon, il est beaucoup plus ouvert et je crois qu'il y a de l'espoir. دكتور أحمد، يبدو أنه ربما هناك غالبية من الفرنسيين لا ترغب في مارين لوبان ولا حتى في إريك زامور، برغم الزخم الإعلامي الذي لاحظناه لكليهما في الحملة الانتخابية. وماكرون كما أنت أشرت لم يقم إلا بحملة واحدة كبيرة طيلة هذه الفترة، هل يعني ذلك أن الفرنسيين ربما سيبقون فعلا على ماكرون؟ وإذا بقي ماكرون، ما الذي سيتغير في الخمسة أيام؟ ما الذي سيراجعه أو يجب أن يراجعه ماكرون في سياسته؟ طيب، أولا نحن أمام المحطة الأولى من الانتخابات، يعني الدور الأول وننتظر الدور الثاني. لكن حظوظ الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون أولا في الفوز بالدور الأول حظوظ كبيرة جدا، وطبعا كما أشار ضيفكم هناك لوبيات قوية جدا مالية واقتصادية ترغب في أن يستمر إيمانويل ماكرون على رأس السلطة الفرنسية، وهو الضمان أيضا لمستقبل الاتحاد الأوروبي. إلا أني ما زلت أشك أن يفوز في الدور الثاني إذا ما لم تتضافر الجهود. هناك تشتت أولا في النخبة السياسية الفرنسية، تشتت على اليمين المعتدل، لا أتكلم عن اليمين المتطرف، هناك تشتت للأسف في اليمين المتطرف، وهناك تشتت أيضا في اليسار المعتدل. وبالتالي نخشى كل ما نخشى أن تمر مارين لوبان في الدور الأول أولا، ثم في الدور الثاني ستكون لها حظوظ ربما حتى أكثر من إيمانويل ماكرون في ضوء هذا التشتت، وفي ضوء طبعا التحاق إريك زيمور ومناصريه بمارين لوبان. وستكون هناك طبعا ستكون هناك أزمة خطيرة تواجهها فرنسا على المستوى الداخلي، وأزمة خطيرة تواجه أيضا وحدة الاتحاد الأوروبي، لأن ماري لوبان
استعملت خطابا غير متطرف خلال هذه الحملة الانتخابية، وهي تعمدت هذا المضمون الجديد حتى تفوز بالانتخابات، بالتالي تركت المجال والفضاء للكراهية للخطاب الكراهية إلى إيريك زيمور. وطبعا اشتغل الإعلام خاصة قناة سي نيوز حتى تسميها، اشتغلت لتزين وتجمل صورة مارين لوبان، بالتالي هناك خشية كبيرة أن تمر مارين لوبان إلى الدور الثاني، ثم خشية كبيرة. طيب لكن دكتور، هناك بعض المعلقين يقولون أنه ما يمكن تسميته بالدولة العميقة في فرنسا لا يمكن أن تسمح بمرور لوبان وتصبح هي رئيس فرنسا المقبلة. لوبان هذه المرة الثانية التي تواجه فيها أو تصل فيها لهذا المستوى، لكنها لم تفز، وحتى والدها كذلك لم يفز. فهناك التصويت الجمهوري أو الرأي الجمهوري، لا أدري المصطلح تحديدا، الذي يرفض في كل حالات وجود شخصيات متطرفة بهذا الشكل. ولذلك حتى فوزها، تقول هذه التحاليل، حتى يعني فوزها وانتقالها للدور الثاني، لا في كل حالات هي لن تتمكن من العبور ومن الفوز برئاسة فرنسا. ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني لا أعتقد أنها لن تفوز. والدولة العميقة التي أشرتم إليها للأسف في هذه الفترة، كما أشرتنا من الأول، الدولة العميقة هي اليمين المعتدل، هي الإدارة الفرنسية، اليمين المعتدل واليسار المعتدل، الحزب الاشتراكي. الحزب الاشتراكي الآن في صبر الأراء له 2% فقط، اليمين المعتدل أقل حتى من إيريك زيمور في صبر الأراء. بالتالي هذه هي الدولة العميقة، وبالتالي أقول أن المجتمع الفرنسي أمام محطة مفرقية، وبالتالي ستكون انتخابات لها من الأهمية. لكن أنا أعتقد أن المواطن الفرنسي ربما سيوكل المستقبل بلده إلى في الاستمرارية إلى إيمانويل ماكرون. واضح. أمام هذه الأزمات الخطيرة الدولية التي يعيش المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي أمام الصراع العسكري الروسي الأوكراني، أعتقد أن الفرنسيين سيميلون إلى الاستمرار مع إيمانويل ماكرون حتى يتجنبوا صداما جديدا في القارة العجوز. نعم. طيب الدكتور بشير العبيدي، مدير المنتدى العربي الأوروبي للثقافة، العربي الأوروبي للثقافة والحوار، ينضم إلينا الآن من باريس. مرحبا بك دكتور بشير، شكرا لالتحاقك بنا. يعني مش معلوم الآن تحديدا من سيكون في الدور الثاني، لكن هناك يعني تخمينات من أنه ماكرون وربما لوبان يكونان في الدور الثاني، أو ربما تحصل مفاجأة ونجد ميلونشون كذلك. في كل الحالات فرنسا، ما الذي سيتغير فيها لو جاء رئيس جديد أو لو بقي هذا الرئيس ماكرون فيما يتعلق بعلاقتها الخارجية، وخاصة وتحديدا في المنطقة المغربية؟ أنت تعرف لها تأثير كبير في تونس، في المغرب، في ليبيا، في موريتانيا، في الجزائر طبعا، ووجود عسكري كبير في وتأثير في مالي. ما الذي برأيك قد يتغير في هذه السياسة الخارجية لفرنسا، سواء بقي ماكرون أم جاء رئيس آخر مكانه؟ نعم، شكرا جزيلا على دعوتك، وشكرا للمشاهدي المغاربية. في الحقيقة السياسة الفرنسية منذ عشرات السنين لا تتأثر تأثيرا عميقا بتغيير الرئاسة، والسبب في ذلك أن صناع القرار، يعني في الكي دورسي ما يسمى هنا، صناع القرار يعتبرون بالتوازنات التاريخية الكبرى، ويعتبرون كذلك بالمصالح القائمة وكل العلاقات التي يعني نسجتها فرنسا طيلة عشرات السنين مع مستعمراتها السابقة.
هذه العلاقات هي بصدد التغيير الجذري حاليا في أفريقيا في بلاد المغرب الكبير، وهي في علاقة كذلك بالتغيرات الجيوستراتيجية على المستوى العالمي. العالم يتحرك، هناك صراع كبير من طرف الروس والصينيين على يعني ثروات أفريقيا، وهذا الصراع ألقى بظلاله على الدور الفرنسي الذي هو بصدد الانحصار بشكل كبير للغاية، وخاصة في بلدان أفريقيا وبلدان المغرب العربي الكبير. الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستكون نتيجتها بطبيعة الحال مراعية لهذه التوازنات الجديدة التي تتم، وما يقال عن تغيير جذري للسياسة الفرنسية بالانتخابات الرئاسية لا أعتقد أن هذا التغيير سيكون مرتبطا بشخصية الرئيس أو الشخص الذي يقع انتخابه، بقدر ما يكون نتيجة لتوازنات القوى وصراعات المصالح الموجودة في أفريقيا والمغرب العربي الكبير. في تحليلنا يعني للظواهر التغييرات السياسية التي تتم على المستوى الخارجي الفرنسي تقريبا منذ عشرات السنين، جوهريا لم يتغير شيء عدا العلاقة التي بنتها فرنسا مع مستعمرتها السابقة، وعلاقة تقوم على الزبونية بالأساس، وتقوم على اختلال كبير وكبير جدا خاصة في مسألة التنمية. حاليا المرشح ميلونشان يعني يقترح ضمن البرنامج الذي رفعه تغييرات على أساس ما يسمى التنمية يعني المشتركة مع البلدان العربية والإفريقية، لكن باعتقادي هذا الأمر لن يذهب فيه كثيرا، هو مجرد يعني شعارات ترفع في الانتخابات، لكن واقعيا لن يتم هذا التغيير إلا بعلاقة بالقوى الكبرى الصين وروسيا تحديدا وأمريكا. دكتور حمزة، ما الذي سيتغير في مستقبل العلاقة مع شمال أفريقيا وبعض الدول الأفريقية؟ لأنه حتى ماكرون لو بقي رئيسا هناك ملفات كثيرة وقضايا كثيرة وحتى مقاربات لابد أن تتغير بالنظر لمعطيات جديدة تدخل على الساحة، ربما التنافس الروسي الموجود بقوة في أفريقيا، الصيني كذلك، الأمريكي كذلك. ما الذي فعلا تراه يمكن أو سيتغير في هذه السياسة الخارجية مهما كان الرئيس المنتخب؟ اعتقادي أن السياسة الخارجية هي الوجه الآخر، وهي الوجه الخارجي للسياسة الداخلية، وأن السياسة الخارجية الفرنسية في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس ماكرون بدأت فعلا تتراجع، بخصوص خاصة في المستعمرة السابقة بأفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا، بحكم تغير نظرة الأفارقة للدولة الفرنسية بحكم أنها مستعمر سابق، وكما يقولون والدور بين قوسين السلبي الذي لعبته في بعض الدول الأفريقية، عدم مساندتها للتيارات الديمقراطية، هذا كله جعل من فرنسا في السنوات الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة تعيد النظر في السياسة الخارجية وتدخل في ما يسمى بالوساطات السياسية لحل النزاعات، ولقد رأينا ذلك في القضية الأوكرانية، رأينا ذلك في شمال أفريقيا، تغير بعض المواقف الفرنسية من بعض القضايا المحورية والجوهرية في شمال أفريقيا، خاصة في المشكل القائم بين المغرب والجزائر، أيضا دورها في ليبيا، وأيضا دورها في دول أفريقيا جنوب الصحراء. أريد فقط العودة إلى مسألة مهمة وهي تخص جماعة الضغط أو ما يسمى بالدولة العميقة في الخطاب الإعلامي، وأي هو أنه لا يمكن لفرنسا أن تغير من سياستها الداخلية أو الخارجية بصعود رئيس معين، لأن
هذه مجتمعات الضغط هي بدورها تخضع لتأثيرات إقليمية ودولية خاصة من طرف الاتحاد الأوروبي. وبالتالي كما قلت في الأول أن فرنسا تحتاج إلى رئيس معتدل يجعلها يعني قوية داخل الاتحاد الأوروبي ويبقي على علاقتها مع دول الاتحاد الأوروبي ومع الشركاء التقليديين. أيضا لدي نقطة مهمة أريد الإشارة إليها، وهي أن الولايات المتحدة مؤخرا أعتقد أنها بدأت تفقد الثقة في شركائها الأوروبيين بحكم أنهم بنظر الأمريكان ليسوا قادرين على مواجهة التمدد العسكري الروسي من جهة، وأيضا التمدد الاقتصادي الصيني في المناطق الحيوية للغرب، وهنا الغرب يعني أقصد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهذا رأيناه مؤخرا بأن الولايات المتحدة عادت إلى شمال إفريقيا بقوة، إلى دول المغرب والجزائر وتونس، وأصبح لها دور مهم جدا. نعم. وبالتالي الحرب الأوكرانية جعلت من أوروبا تعيد النظر في سياستها الخارجية وسياستها العسكرية، وتعيد بناء علاقاتها مع الولايات المتحدة على أساس التحالفات التي تخدم الجانبين. دكتور أحمد البرقاوي، نفس السؤال، قراءتك أنت لطبيعة العلاقة في المستقبل بعد الانتهاء من هذه الحملة، من هذه الانتخابات، في ضوء أو على ضوء هذه التحديات الجديدة لفرنسا في مستعمراتها القديمة؟ وخلينا نركز قليلا على الشمال الأفريقي في تونس، هناك ما يسميه معارضون الرئيس التونسي انقلاب على الدستور، إلى أي مدى يمكن لفرنسا أن تمضي في دعم قيس سعيد بسياسات يقوم بها يقول معارضو أنها ليست نابعة لا من الدستور والقصد منها العودة إلى الدكتاتورية؟ في الجزائر كذلك هناك رئيس جزائري يفتقد إلى مشروعية بالنظر إلى النسبة الضعيفة، أقل من 20% ممن ذهب وصوت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. في المغرب كذلك فيه حديث إلى مراجعة هذه العلاقة مع وجود قوي كما أشار دكتور حمزة ونفوذ كذلك للولايات المتحدة الأمريكية. دعني أولا أشير إلى، وهذا قراءتي، أن الشخصية التي ستفوز بهذه الانتخابات ستكون لها تأثير على السياسة الفرنسية سواء كانت داخل فرنسا أو خارج فرنسا. وفي فرنسا ليس هناك استمرارية، فمثلا سياسة فرانسوا ميتيران تجاه الحرب الخليجية الأولى ليست هي نفس الموقف الذي اتخذه جاك شيراك. وهناك فرق بين الشخصيات التي تكون في أعلى هرم السلطة. أعتقد لو صعدت مارين لوبان ستكون سياستها مخالفة جدا للتقاليد الفرنسية والاستمرار في بناء الاتحاد الأوروبي والعلاقة مع القارة الأفريقية. بالتالي أعتقد أن الشخصية التي ستفوز بالانتخابات أمامها تحدي، أولا كما أشار ضيفكم الكريم، استرداد الثقة بين فرنسا حلفائها التقليديين سواء كانوا في القارة الأفريقية أو في منطقة المغرب العربي. ثم أن لا ننسى أن هناك اهتزاز في الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على رأسه فرنسا، وهذا ما عبر عليه إيمانويل ماكرون بان يعني رئاسة ترامب لما قال أن النيتو في موت سريري. بالتالي استرجعت نوعا ما هذه الثقة خلال هذه الأزمة الأوكرانية الروسية، لكن هناك على الطاولة مشاورات جدية لبناء بطريقة أخرى النيتو. بالتالي أقول أن العلاقة مع شمال إفريقيا، طبعا فرنسا للأسف ما زالت لها نوع من الضبابية في علاقتها بالحكام، نسميهم بين قوسين الغير ديمقراطيين، عكس الوضوح الكبير لدى الإدارة الأمريكية
في تعاطيها مع ما يجري في منطقة المغرب العربي وخاصة تونس، وهي تساند الرجوع إلى الشرعية الدستورية. فرنسا يعني تصريحات ضبابية غير واضحة مما يسيء إلى سمعتها طبعا. وفرنسا رغم قربها الجغرافي من المنطقة إلى الآن كما قالها الوزير السابق لجاك شيراك لانجيبي، قال للأسف أخطأنا كل مرة في نظرتنا لهذه المنطقة. بالتالي هناك صعوبة، أقول هناك صعوبة، رغم أن إيمانويل ماكرون خلال هذه الخمس سنوات كان بوده أن يغير سياسة فرنسا تجاه المستعمرات القديمة وخاصة الملف الجزائري، ونحن نتذكر ماذا قال من الجزائر في حملته الانتخابية أن فرنسا أجرمت في حق الشعب الجزائري، لكن سياسته بعد في خلال هذه الخمس سنوات لم للأسف لم تغير شيء في هذه العلاقة، وما زال في صراع، بل بالعكس بدأت يعني بدأ هناك صراع خفي الآن بين الإليسي وبعض الرؤساء الأفارقة، مما يوحي أن العلاقات بدأت تتردى. ودخل على الخط طبعا المارد الصيني وروسيا، يعني هناك كما أشار ضيفكم الكريم أن للخارجية الفرنسية محطة قادمة ستكون صعبة جدا، والشخصية نعم. التي ستفوز بالانتخابات أمامها ملفات شائكة. شكرا، شكرا جزيلا دكتور أحمد البرقاوي مدير مركز دراسات والأبحاث الجيوستراتيجية من باريس، الدكتور بشير العبيدي مدير المنتدى العربي الأوروبي للثقافة والحوار من باريس، والدكتور حمزة قدوري الباحث في العلوم السياسية كذلك من باريس. شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفي الكرام. مشاهدي الكرام، التغطية متواصلة مع باقي الزملاء للانتخابات الفرنسية، نعود بعد هذا الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا.